الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فيا ايها الاخوه الكرام الاحبه، غفر الله لي ولكم وبارك الله جهدكم وسعيكم، ونفعنا الله جميعا بما نقول وبما نسمع، وجعلنا الله تعالى من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. اتفقنا مع بعض ان الموضوع الذي نتكلم فيه له خطورته وله في الاسلام مكانته. والواقع ان اي انسان يدرس الجانب المالي واحكام الاسلام فيه يجد هذا الجانب متصاعدا الى شعب عديده وكثيره، وان الذين تركوا هذا الجانب بعضهم تركه من الجانب المادي البحث، فكان ذلك جافا في السمع وجافا في العلم، والبعض ترك هذا الموضوع مع صبره بجانب الايمان وبالجانب الروحي في الانسان، واثار واحسن. وهذا النوع من الكتاب هو الذي يجب ان نقرأ له الجانب المالي واحكامه في الاسلام، الا ان مشكله انه لم يوجد كاتب واحد تكلم عن جميع الجوانب المالية. هذا طبيعي، الموضوع متسرع وصعب وشاق، فكل واحد ياخذ جانب يخدم فيه المجتمع الاسلامي ويخدم الفكر الاسلامي ويبلور الموضوع الذي يريد ان يتكلم فيه، وبعد كده يترك باقي الموضوعات. احنا مرحلتنا ساقه وطريقنا قد يكون طويل، وبرضو مش هينفع يا اخوه الا لابد اما ان احنا يكون معنا الورقه والقلم ونجون النقاط الاساسيه، واما ان كل واحد منا بيكون عنده شريط علشان يحتفظ بيه حتى يستطيع فيما بعد ان يرجع اليه، لان دي مسؤوليه امام الله. احنا بنتكلم عن واجبات اسلاميه، بنتكلم عن طريقه الدعوه وحركه الدعوه الاسلاميه في الجانب المالي، اتكلمنا عن الحركه الاسلاميه في الجانب الروحي والتربوي، عن الحركه الاسلاميه في الجانب الاجتماعي، في الجانب العسكري، في الجانب السياسي. النهارده بنتكلم عنها في الجانب المالي. هذا موضوع كما قلت لكم بيعيش في دمنا ولحمنا، بيعيش في بيوتنا ومجتمعنا، بيعيش في حياتنا كلها، فلا بد من ان نرعاه ونهتم به ونصغي اليه. وعموما موضوعنا الليله حتى يكون واضح هو نظرة الإسلام إلى المال من ناحية التكافل
الاجتماع. هكذا نظرة الاسلام الى المال كضرورة وزينة، نظرة الاسلام الى المال كمضار ومفسدات، نظرة الاسلام الى المال من جانب الانفاق، وان انفاق المال في سبيل الاسلام وفي سبيل الدعوة يعتبر جزءا مكمنا من ايمان، وان ايمانا بغير سخاء بالمال ودعوة الى الله بغير انفاق على الدعوة وشعارات تذكر وترفع من غير ان تكون هناك تضحية مادية، هذا يعتبر كذبا وخداعا ولا يقبله الله تعالى. وعرفنا ان الجهاد نحن مطالبون به بالنفس والمال، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. إذن هذا عرفناه جيدا. النهاردة احنا بنعيش في تيارات عديدة، كل حامل لتيار من هذه التيارات يدعي انه يريد اصلاح المجتمع واصلاح الدولة من اجل المجتمع. عاوز يصلح الدولة من اجل المجتمع، يعني ايه؟ يعني يريد تغييرا في نظام الحكم او في القوانين والدساتير من اجل رفاهية المجتمع. هذا كلام اذا سمعناه وجدناه معسولا حلوا جميلا، لانك تسمع وتقرأ في المجلات المستوردة والمستوطنة ان الذين يريدون انصاف المظلومين ويريدون اعطاء المحتاجين وتوزيع الثروة على الشعب هم اهل الاصلاح الاجتماعي، وهم اهل التقدمية واهل الاشتراكية، وهم المطالبون بالحرية الى اخره. هذا كلام سمعناه عند التطبيق احنا كلنا عارفين اهم اللي طلبوا بالاشتراكية وبدأوا ينفذوها، واللي قالوا بالشيوعية وفكروا فيها وانغمسوا فيها، احنا عارفين المذابح وعارفين المقاتل وعارفين السجون وعارفين المعتقلات، وهي من كل ناحية تحيط بنا، وربنا يقينا جميعا السوء والشر. اما الذين قالوا لا، انما نريد رأس المال كما هو ونزيد في الضرائب ونعمل ونعمل، ايضا قالوا واسمعونا من معسول القول كثيرا، ومع ذلك وجدنا الانسانية تترنح وتتعذب وتشقى مع هؤلاء الرأسماليين المستغلين. صحيح بعض البلاد تخلصت من الاستغلال الرأسمالي بنوع معين من النظام سموه النظام الاشتراكي، كما حدث في انجلترا وفرنسا وبعض البلاد الاوروبية، لكن ذلك لم يقضي على المشكلة. طيب هيجيب ده، يعني هذا الكلام له يوم هنتكلم عن الشيوعية وفلسفتها وعن الرأسمالية وفلسفتها، وبعدين احنا من نفسنا هنعرف ايه هو الاسلام. النهارده انا عاوز اديكم فكرة كيف يهتم الاسلام بالإنسان وبالمجتمع الإسلامي والإنساني. عرفنا إن بداية الخط
في الإسلام هو الإيمان، وهذا له سر عجيب جدا أصبح لا يخفى عليه، أننا بعد أن نرتبط بالله بنتجه على طول إليه ونخضع له وننتظر منه الأوامر والنواهي. بمجرد أن قلنا آمنا بربنا أصبح هذا الإيمان بيعة ومعاهدة لله أننا معه وأننا له وأننا نسمع ونطيع في كل ما يأمر وكل ما ينهى. هذه الخطوة جاء بعدها من الله تعالى بالنسبة لنا كمجتمع، جاءت أوامر وتوجيهات تقول لنا إن الإيمان نوعان، إيمان بمعنى التصديق فقط كقضية عقلية بنقعد نبحث لغاية ما نطمئن أن الله موجود، ونبحث ونجيب الأدلة حتى نطمئن أن الله واحد، ونبحث حتى نطمئن أن محمد رسول وأن القرآن من عند الله وأن الآخرة حق وأن الجنة حق وأن النار حق. هذا يسمى عند البحث إيمانا عقليا. هذا الإيمان العقلي له مرتبة متميزة بنبدأ به، لكن لا نقف عنده. من يقف عند الإيمان العقلي فإنه يظل جامدا كالصخر، قاسيا كالحجر، ضعيفا بعد أضعف شيء خلقه الله. ليه؟ لأن مش من هنا نقطة الانطلاق. في إيمان العاطفة بعد إيمان العقل. ما هو إيمان العاطفة؟ يعني أديك فكرة علشان تدركها. وانت جالس مع الست والدتك وحضرتك عاوز تتجوز، فبتقول لك يا ابني اسمع، فلان فلان عنده بنت، امها من عائله ممتازه وابوها عائلته ممتازه والبنت تربيتها ممتازه واخلاقها ممتازه وكيف وكيف. هذا الكلام كله حسب الموازين دخل عقلك وانت اطمئنت له، لكن باقي نقطه هي اهم من كل ذلك. النقطه انك بتقول لوالدتك احب ان ارى هذه الفتاه وان اتكلم معها وان اناقشها حتى ارى هل قلبي يميل اليها ام لا. وكذلك هي لها الحق ان تسال قلبها ايضا. يبقى العقل اقتنع ان باقي وهيحرك الموضوع كله العاطفة. مجرد ما تشوف البنت بترجع تقول لوالدتها خلاص انا موافق، او تقول لها شوفي هي فيها كل الصفات المرغوبة لكن لا ادري انا قلبي مفقود من جهتها. يبقى احنا بنحكم ايه هنا دلوقتي؟ العاطفة. احيانا والدتك ووالدك يقولوا لك لا عاطفتك ايه يا ابني، انت بتصدق قلبك، مين بياخذ بالكلام ده؟ حب ايه وسلام من ده؟ ايه ده انت بكره هتلقيها زي الورده وتلقي وتلقي. واحيانا يغصبوك تفشل الزواج. ليه؟ عقليا هي نفسها لكن عاطفيا فشلت. اذا احنا عندنا اسرار داخليه، عندنا رادار نفسي داخلي، هذا الرادار بيلتقط من الاشخاص الاخرين صورة ما في قلوبهم، ودي اللي بيسموها الحاسة السادسة، يلتقط ما في القلوب فيقول لك والله احنا متفقين،
او احنا متناثرين. وهذا الرادار هو المذكور في الحديث: الارواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناثر من ائتلف. فنشعر احنا بعد كده ان فيه ثبوت، بينما في حالة تانية انت شفت البنت قلبك اول ما شفتها اتفتح بكلمتين حضرتك اتعلقت بها. البنت شكلها وحش وابوها متعب وامها متعبه وحضرتك ميت فيها، امك تحاول تقنعك تقول لك ده في حاجات اجمل واحسن وفي اباء اكرم واصل من هذا الاب وفي امهات منتجات. البنت تقول لها خلاص انا حبيتها اعمل ايه؟ اهي دخل القلب. يبقى اللي بيشتغل هنا فين؟ العاطفة. اذا العاطفة دي هي المحرك الاساسي في حياة الانسان، ودي التي ذكرت في قوله تعالى: انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم خافت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. والأجول اللي بيتأثروا وينفعلوا وبيبكي وبيخاف وبيحب، والبكاء والخوف والحب دي كلها اسمها الحب والخوف اسم عواطف، والبكاء اسم انفعال العاطفة. يبقى اذا احنا عايزين الخطوة الثانية، خطوة العواطف النبيلة التي توجد بعد الايمان. هذه العواطف هي التي اوجدها القرآن، وهي التي دعا اليها الاسلام، والتي حضنا على الحرص عليها ان احنا نحاول نوجد العواطف فيما بيننا. والقرآن والسنة حريصان كل الحرص على الحفاظ على العواطف، لان العواطف حساسه بتتاثر بسرعه جدا، مثل الورق الحساس عارفينه انتوا بتاع التصوير. فهذه الحساسيه تستدعي ان تكون المعامله بين المسلمين من نوع حساس رقيق. لما نيجي نشوف الاسلام ماذا عمل على بعد قضيه الايمان بسرعه نقلنا بعد قضيه الايمان بالعقل الى قضيه الايمان بالعاطفه، وهي الايمان بالحب. فقال تعالى: يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم. ايه شكلهم؟ مؤمنون. طلعنا مؤمنين الله زي دين شويه، يحبهم ويحبونه. يبقى دخلنا في مرتبه في مرحله العاطفه، يعني تخلصت الدرجه الاولى ثم ارتقوا عنها ووصلوا الى الدرجه الثانيه اللي هي الثانيه: اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين. ومن هنا ياتي وصف المؤمنين الصادقين في عواطفهم الإيمانية، فيقول تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. رحماء بينهم بإيه؟ يا ترى بكل واحد بيوعظ الثاني يقول له ارحم ارحم ارحم؟ هذه ليست رحمة، ده الرحمة جاءت مقتضى الإيمان. يعني إيه؟ وجد الإيمان الصدق والحب الحق لله فأحببت من أجل ربك كل من آمن به، وأحببت من أجل ربك كل من خضع له، وأحببت من أجل ربك كل من صام لله وصم وصلى، وأحببت من أجل ربك كل من دعا إلى الله وصار في طريقه مهما اختلفت المذاهب والمشارب والنزعات والجماعات. فأنت تحب في الله
كل من خضع ودعا الى الله. الصورة اذا هي وجدت من طبيعة الايمان، ولذلك القرآن يقف هنا ولا يأمر اشداء على الكفار رحماء بينهم. يبقى هذه الآية خبر يبتصف هؤلاء المؤمنين. ولذا جاءت الآية في سورة الحجرات تقول إنما المؤمنون إخوة، لم تقل تآخوا، إنما قالت مقتضى الإيمان بين الناس أن يتآخوا، أن يصير كل مؤمن بالله أخا لمن آمن بالله. وهنا حين يوجد هذه الأخوة يبقى يوجد المشاعر النبيلة العالية السامية. المشاعر العالية بتيجي كيف؟ تعالت الإنسانية القائمة على الإيمان من هذا النوع، تجد هذه المشاعر توجد في قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. بخط ويجي الحديث الاخر يبين وصف المؤمنين، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، ان اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يبقى الايمان الصادق حين يجد المؤمن اخا له ان وقع به اذى فكانه وقع بالاخ، وان وقع له شيء يفرحه فكان هذا الفرح موجود عند اخيه المؤمن. اذن هذا التجاوب الروحي هو الاساس. يبقى حصل الترابط من فتايه، هذا التجاوب والترابط له مظاهر الاسلام حبنا عليها علشان يظل الترابط والحب والتجاوب القلبي والشعور الاخوي يظل هذا قويا فيما بيننا. فتيجي تشوف الاسلام في التضامن والتكافل، مش بدا بالفلوس وقال تعالى فلان ادى خذ قرشين، تعالى يا فلان اعط اباك، تعالى يا فلان اعط زوجتك، انما جاء جانب الايمان وقال تعالى يا فلان هل امنت بالله حقا؟ قال نعم. قال وكل من امن بالله حقا هل انت اخوه؟ يقول لك نعم على رأسي. يقول لك اذا كان اخا لك فوقع في ألم أرجيك أن يتألم وأنت نادم من الألم؟ أرجيك أن يعيش في بؤس وشقاء وأنت في بحبوحة ونعيم؟ أرجيك كذا؟ تقول لا. يقول لك يا أخي إن الشقاء في بيتك، زوجك تبيت باكية وقلبك لا يرحم، وابنك يبيت سقيا، ابنك من زوجتك الاخرى يبيت سقيا وقلبك لا يرحم، وابنتك تبيت مستحبة تدعو بالويل والصبور على نفسها وكأن قلبك حجر، وعمك وخالك وقريبك وصهرك هؤلاء كلهم يسكون قسوتك وقلبك الحجري، ماذا تقول؟ ماذا تقول انت؟ تقول انا مؤمن على طول كل شيء في الاسلام يقول كذاب. ليه؟ لان المؤمن صفة الرحمة، اشداء على الكفار رحماء بينهم، وانت لم ترحم من يخدمك ومن بينك وبينه صلة من قرابة او نسب، فما بالك بالاجانب. ونيجي الاسلام زي ما قلت لك
ينمي الشعور الداخلي، ينميه بمظاهر. ودايما يا اخوانا تعرفوا ان الابرة في القلب في البداية، لكن المظاهر دائما مطلوبة علشان تستثبت ما في القلوب. لا اله الا الله ايمان قلبي، الله اكبر في الصلاة والركوع والسجود تثبيت للايمان ورفعة له. عشان نعرف ازاي الاسلام بينفع، الايمان قلب والاسلام عمل. فمن قال يقين القلب قال له لو كان كافرك لكفى الرسول من قبلك ولكفى الصحابة من قبلك، ما انت الا مدعي كذاب. من قال ذلك لا بد من الامرين، قلب وعمل يوافق ما في القلب. فنجد ان العمل هذا في التجاوب والحرص على المؤمنين. يجي الاسلام يقول شوف على شر ربنا بيحب المؤمنين، يقوم يوجههم علشان يحبوا بعض ويزدادوا حب بعض، ومش بس حب، ويعطي عربون الحب. ما هو عربون الحب؟ التجاوب الظاهري. طب ما يكفي اخي الشغل الباطني؟ الباطني لا يدل عليه الا الظاهر. كيف؟ قال تبسمك في وجه اخيك صدق. تبسم، ما تبسمه زعلانين ليه؟ تبسمك في وجه اخيك صدق، والكلمة الطيبة صدق. واذا قابلت اخاك فتصافحت معك، اذا التقى المسلمان فتصافحا غفر لهما قبل ان يتفرقا. ولا يؤمن احدكم حقيقة الايمان حتى يحب كل المؤمنين. والذي نفسي بيده لا تؤمنون حتى تحابوا. في اصل الحديث لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتى تحابوا. شوف الترتيب. ثم يقول لهم الدليل ده، افلا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم؟ نعم. اصل السلام فيما بينكم. اما يقابلك اخوك ما تقولوش مساء الخير صباح الخير، ده كلام النصارى واليهود. انت مسلمين ادعيله، تقول له ايه؟ السلام عليكم، ادي 10 حسنات. زودها شوية، ورحمة الله 20. كمان زودها شوية وبركاته، تكون 30 حسنة. فيرد عليك هو راسه يقول لك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يبقى لك 30 حسنة من وراك راخر. الشكل ده. وتمشي كل ما تقول واحد السلام عليكم انت بتاخد حسنات وهو بياخد حسنات، وانت بتبين حبك له وهو بيبين حبه لك، وانت بتدعيله بالسلام والامان والرحمه والبركه هو بيدعي لك بالسلام والامان والرحمه والبركه. يبقى انتوا القوا السلام فيما بينكم، مش كده؟ ولما اخوك يأسف سمته ويقول الحمد لله رب العالمين، قل له يرحمك الله. واذا قلت له يرحمك الله وجب عليه ان يرد عليك ويقول يهديكم الله ويصلح بالكم. ليه التجاوب ده؟ الله يرحمك الله دعاء، يهديكم الله ويصلح بالكم دعاء. بيدعو البعض ليه؟ قال لك لانهم مؤمنين في مظاهر الاخاء فيما بينهم. قال لك لما جيت عنك اخوك روح زوره. ازوره ليه؟ لله. طب ولما ازوره لله مين اللي هيكافئني؟ الله. لانه ورد في الحديث ان الذي زار اخا له في الله وكان في قرية، جال الملك يقول له اسمع انت رايح حضور؟ قال له نعم. قال له انت ليك عند حاجة تربها تطلبها؟ قال لا. قال لما اذا تزوره؟ جمعنا الحديث. قال هو اخي في الله. قال الا ان الله قد ارسلني اليك ليقول لك
تبت وطاب منشاك وتبوأت من الجنة منزلا. عجيبة، مين اللي بيعمل كل ده؟ الله. ده انا لما بحب اخويا انا اللي باخد يعني حياة طيبة، ولما بسلم عليه انا برضو بعمل حياة طيبة، ولما بنعاون بعض بتبقى حياتنا الاجتماعية طيبة. امال الطرف الثالث دخل ليه؟ مين الطرف الثالث؟ الله. لانك عبيده. انت فاكر لما تكون زعلان انت يا اخوك اول واحد بيتنكد مين؟ امك وابوك. اول واحد يزعل امك وابوك، ولما تنصلح انت يا اخوك. يمكن زوجتك تتفضل زعلانه لانك انصلحت، وهو زوجته برضه تتنرفز لانكم صلحتوا ومش عاوزين تصلحوا، هم عاوزين تتفضلوا بالتصليح في الحياه. مين اللي يكون مبسوط؟ امك وابوك. ده دي عاطفه بسيطه. اما حين تنظر الى السموم الالهي والى الرحمه الربانيه تبقى انت بتصافح اخوك ومبسوط، واللي بيديك الثواب الله. بتقول له بتبتسم في وشه واللي بيديك الثواب الله. بتقول له تسألك وسلونك واللي بيديك الثواب الله. بتقول له السلام عليكم واللي بيديك الثواب الله. بتروح تزوره لله يقوم ربنا يقول يمكن انت تبان يا اولاد ما دام حبيتوا بعضكم لله. طب ولما حبينا بعضنا نبقى في الجنة تاني حتة. قال على يمين العرش يوم القيامة مع النبيين والصديقين. ليه؟ لانكم احببتم بعضكم لله. هذه الصورة اسمها تكافل اجتماعي مسائري، يعني نابع عن الشعور فيما بيننا مش نادي بقى معنوي. يجي بعد كده واحد مريض بنروح نزوره، قال لك اذا زرت عدت المريض حبك في رحمة الله الى ركبتيك، فان وصلت الى المريض غرقت في رحمة الله. ما تخافش مش هتغرق وما طلعتش حد، هتغرق في رحمة الله. ومعنى غرق في رحمة الله يعني ايه؟ اتذكر لما الواحد يزور مريض يعود مريض ويغرق في رحمة الله يتفضل عليه ذنب مش معقول. ما هي الرحمة غرق فيها يعني غفر الله له ذنوبه. العملية بالبساطة دي. ايوه يا خالد، لما تتأذن دي كلها مظاهر للتجاوب الشعور. للتجاوب الشعوري والتجاوب المظهري المعنوي بين المسلم واخيه. الا بعد كده بقى لما يجي الاسلام وهو عمل الرباط الجميل ده، تفكر الاسلام الله تعالى اللي بيعطيه الرحمه لانك عدت مريض او نصحت مسلما او اجبت واحد دعاك. لما واحد يدعيك عشان تحضر عقد العقد او فرح عنده ولا يكونش عنده منكرات، ان يجب عليك انك تجيب الدعوه. واذا اجبت دعوه قالوا رايح تاكل وتملى بطنك، لكن لانك قصدت بذلك وجه الله قال تملى بطنك وتملى صحيفه الحسنات كلها وانت صالح. منين؟ من عند ربنا. هو يأكلك الخروف وربنا يأكلك الحسنات والدرجات في الجنة يوم القيامة ويديك كم حرية عشان استغلال. ليه؟ لأنك جبرت بحق أخيك وبشعور أخيك. هذه السيرة الجميلة احنا يمكن نشعر بيها. بل انت ممكن تساعد أخاك بالمال في فلوس كثيرة جدا، لكن تدخل متأخر وتطلع متأخر وتقول له خد ولا بيطمر فيك، ده احنا طول عمرنا بنديك وانت وقعتك زي الجبن. واحد لا عايز يشوفك وانت ناس متعبين ومكرفين، ايه اللي هيحصل؟ والله هو لولا احتياجه كان نصف الفلوس وضربها في وش اللي مديها له. طبعا الناس اللي عندهم يعني شعور طيب ونبل واحساس نفسي. اما الناس بقى اللي بيضحكوا ده تضربه في وشه يقول لك بتحتاج، تضربها له في وشه يقول لك ما تفكرش، ما تضربنيش كمان. كان واخد على ما يهموش وهم الفلوس بس. اذا هذا الجانب لابد نفرقه
اللي هو الجانب الشعور الداخلي وجانب التجاوب الظاهري المعنوي اللي عمل الألفة والتجاوب بين المسلمين وصارت حياة المسلمين تنسي بالأخاء بالحب بالرحمة اللي هي أساس التعاون بالاتحاد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا بالألفة وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هذا هو الأساس. افرض ان احنا دلوقتي قلوبنا تعبانه من بعض بتحقد على بعض مليئه بالغيظ مليئه بالحسد مليئه يبقى العيب منا احنا ويصير احنا مستوانا الاسلامي مستوى هابط هابط هابط. وانت سمعت كثير جدا مني اقول لكم من لم يصلح امر بيته وامر اسرته فلن يستطيع ان يصلح في الناس شيئا ومن لم يستطع ان يعامل الناس بالرحمه فلن يكون ابدا داعيا الى الله ولن يكون مصلحا اجتماعيا ولن يكون له اي اثر سوى المظاهر الفارغه. انما الحقيقه هي كده ان تعطي الناس خلقك تعطي الناس مشاعرك تعطي الناس حبك دي الصوره اللي احنا محتاجين لها وهي دي اللي تخلصنا ودي اللي تجمعنا ودي اللي تمسح من قلوبنا الانانيه وتمسح من قلوبنا الكبرياء وتمسح من قلوبنا الخلافات التي لا اصل لها والتي اثرت الاسلام او جمدته. متجنب ليه؟ لان احنا يا اسلاميون لا يحب بعضنا بعضا ولا يحاول بعضنا ان يمسح قلبه من اجل اخيه ولا يحاول ان يصافح اخاه باخلاص وصدق. من اجل كده الاسلام بيأس وان تقدم خطوه بيصير رجع عشره واحنا مدنيين. طيب يا سيدي نخف شويه من هنا بعد كده على طول ياتي الجانب المادي في الاسلام. احنا بقينا دلوقتي ام مجتمع اسلامي مجتمع اسلامي. لما انت يعني تسال عني بالمظاهر ولا تسال عني بالماده تقول لي السلام عليكم وتسيبني جعان مش معقول هيبقى هذا اسلام. حضرتك تيجي تعودني وانا مريض وتعلم انني محتاج للدواء وبعدين تقول الله يشفيك ان شاء الله ربنا يشفيك تاخد بالك من نفسك سلام عليكم سلام عليكم وانا خدت ايه امال انت جاي ليه؟ الشرع امرك ان تعودني لتعرف حاجتي وحالتي فانت ما سالت عن حالتي ولا عن حاجتي. وان عرفت حاجتي لا يهمك حالتي ان كنت حزنان ولا باكي. يبقى زي ليه انت بقى اخ مسلم؟ لا طب استنى اما نشوفك بقى انت ما يمكن انت ما بتصليش ما يمكن انت راجل كده وكده ما يمكن ما يمكن. هو انت الاله؟ هو لو كان صلبا فسقيت لأثابك الله عليه. لو كان قطة فرحمتها لرحمك الله. هو الحديث قال الراحمون يرحمهم الرحمن. لم يكن الراحمون للناس قال الراحمون يعني للناس وللحيوانات وللحشرات إلى آخره. والمرأة التي عذبت قطة دخلت النار والمرأة البغي الزانية التي سقت كلبا يلهث من شدة العطش دخلت بسببه الجنة. ولما الصحابة قالوا أئن لنا في البهائم أجرا قال صلى الله عليه وسلم في كل ذات كبد رطبة أجر. ولذلك قال العلماء لو كنت في معركة وقد
أسخنت عدوك بالجراح وقبل أن يموت طلب شربة ماء فسقيته، أو طلب شيئا من الطعام فأطعمته لأخذت بذلك ثوابا من عندك. هو ميت ميت، لكن هذا الذي فعلته رحمة به. عايز تقتله روح خلص عليه، لكن ان قدمت اليه لان هو المطلوب فرعا ايه؟ قتله اي اسره، اما تعذيبه فممنوع. لدرجة ان لما الكفار مثلوا بسيدنا الحمزة في غزوة احد وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية: لئن اغفرني الله بهم لأمثلن بسبعين منهم. نزل القرآن يقول له: لا 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 مش كده، مش دي طريقتنا. لئن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. قال خلاص صبرنا. السورة دي سورة جميلة. سيدنا أبو بكر لما اتهم المنافقون ابنته الصديقة عائشة وقع في الخطأ من المسلمين، ابن خالد سيدنا ابي بكر مفتح، ومفتح كان ابو بكر ينفق عليه، فلما بلغه اذاه في ابنته حلف لا ينفق عليه. فلما نزل القرآن وبرأ عائشة من الإفك الذي اتهمها به المنافقون نزلت آية من أجل أبي بكر، تقول له: يا أبا بكر صحيح مفتح أخطأ، ومفتح يستحق أن يجلد 80 جلدة ولا تقبل شهادته ويعتبر فاسقا، لكن كل ذلك شيء وإنفاقك عليه شيء آخر، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، يعني لا يحلف أولو الفضل أولو المال الكثير والسعة، يعني ما يحلفوش معنى يأتل يعني يقسمه، أن يؤتوا إلى القربى والمساكين والمهاجرين وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ إذن السورة الإسلامية في السمو الإنساني هي مش أكثر من جنسه وأكثر من أن يفهمها في عرضها، ومع ذلك يقول له برضه مع أن القرآن لم يبرئ مستحيل، ومع ذلك قال له برضه اعفه من مالك لوجه الله. الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ ولا يأتل من فضل منكم وسعة ان يؤتوا الى القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ فقال ابو بكر: بلى احب ان يغفر الله لي. الرجل عشان يدرك، لما جاء رجل تناسب الخمر فالنبي صلى الله عليه وسلم ضربه، ومرة ثانية ضربه، ومرة ثالثة ضربه، فقال رجل من المسلمين لعنه الله: ما أكثر ما يؤتى به؟ فالرسول عليه السلام قال: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. انت عارف يحب الله ورسوله دي كان معناها ايه؟ يعني هيخش الجنة رغم انفك، لان الحديث اللي غير كده بيقول: يحشر المرء مع من احب، ومن احب قوما حشر معهم. من الرسول سيهده بانه بيحب الله ورسوله، يعني هيحشر مع النبي في الجنة. ولذلك الرجل ده بعد كده تاب احسن توبه، وكان من خيار الصحابه رضوان الله عليهم اجمعين. احنا محتاجين كما قلت لادراك هذا النوع من الفقه والفهم الاسلامي.
لما نشوف كيف الاسلام بقى من الناحية المادية خلانا جماعة بتاع عواطف وبس. لا عواطف وبس يعني ايه؟ ايه ناس حتى العواطف ما بيعرفوها. يبقى لابد من نظام مقرر لحماية المجتمع. المجتمع بطبيعته فيه الانسان المحروم، فيه الانسان اللي ناقص الادمية، فيه الانسان الضعيف المحروم مثل المسكين والفقير اللي ما عنده مال يكفي، اللي ناقص الانسانية مثل العبد والجارية المملوك، ومثل الاسير الضعيف العاجز مثل الشيخ الكبير والمرأة العجوز واليتيم الصغير والطفل الرضيع الذي لا عائل له. دول يحملوا ايه؟ يعيش ازاي في الدولة؟ القرآن جمع الاصناف دي، اصناف الضعف الثلاثة، فقال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا وده المحروم، ويتيما وده العاجز، واسيرا وهذا هو الناقص في الانسانية. لان الاسير مملوك حتى يعتق ويحرر. طب يعني ايه الاسلام؟ قال لك تعالى بقى لما نيجي نبحث عن الاسلام كيف يسكن اهله، نجد روعة ما بعدها روعة، ونظاما في منتهى الدقة. قال لك كيف هذا النظام؟ تعالى معايا. الاسلام بيعمل تكافل جزئي سلمي. يعني ايه؟ يعني تكافل يبدأ بجزئية فوق جزئية فوق جزئية لغاية ما يطلع فوق. يبدأ بالفرد وبعدين الجماعة وبعدين الجماعة الأكبر لغاية ما يوصل عند الدولة. النظام ده لم يذكر في القرآن بالتكلفة ولم يذكر في السنة بالتكلفة، لكن لو انتوا عايزين تبحثوه نقوم نبحثوا احنا بقى ونشوف بالشكل ده كيف كان. نجد ان الاسلام بينظر للانسان الاصل الواحد الفرد، بيقول لحضرتك اتزوجت؟ يقول له اه، يقول له زوجتك وقفت نفسها عليك من اجلك ومن اجل استقرار نفسك ومن اجل استقرار بيتك. ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة. يبقى المسألة عليك حضرتك، على حضرتك ان تنفق على الزوجة، وعلى الزوجة ان تطيع وتبر وتعمل كل جهدها لتجعل البيت سعيدا في كل شيء. ده على طول عملية مقابلة، يعني الغرم بالغرم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. التي الست خرجت من البيت وما بتسمعش كلام، قال اذا خرجت ونكزت لا تستحق النفقة حتى تعود الى بيت زوجها. ليه؟ لانها لا ليست في طاعته. التي الست بتعمل مؤتمر علشان يبحثوا عن حقوق الستات. قال لك احنا بنبحث عن حقوق الستات ديا. هل صحيح الرجال الان ظالمون للستات ام الستات ظالمات للرجال؟ هل الذي يطالب بالمساواة النهاردة الرجال يطالبوا بالمساواة بالنسوان، ام النساء يطالبن بالمساواة بالرجال؟ المرأة مصروف البيت ومصروف وكل المرتب تجيبها تقيدها. لما تطلع بره في شارع الزهرة جميع المحلات اللي تفتح تجدها مليئة بكل ما تطلبه المرأة. الراجل الغلبان اللي زي حالاته
يبقى محل او اثنين، واحد تنصوف واحد فيه جسدية والثاني فيه النعال، وينظر لك كده وهو مكسر لأن عاوز واحدة تكف عليه الباب. تخص محلات السكتات تلقي على طول جميع الأقمشة الجاهزة وإن غير جاهزة وأنواع السنط وأنواع التوالفات وأنواع والكدينة كلها هيصة علشان خاطر السكتات. تروح البيوت تلقي الست قاعدة بتدي أوامر وبتدي نواهي، إن دخلت واحد على غير مزاجها تعمل لك غارة، وإن أنت جت أختها ولا أمها وما رحبتش آخر ترحيب تعمل لك غارة، وإن جت والدتك ولا أختك وعملت يعني أنت بحبحت الحكاية شوية تبقى أنت خربت البيت وضيعت مصروف الشهر كله بسبب أختك وأمك. أما أختها وأمها ده فيهم بركة من أول لآخر، ما تتعجبوا فيه أبدا. طب الستات بالشكل ده بتعوز تتفتح، انت بتغديها على نفسك وتاخدها تفتحها. عايزين نطلع البر، حاضر يا ستي. نروح السينما، يا ستي ده اللي موجود دلوقتي حرام. حرام ولا حلال لابد نروح بس. انت راجل راجع ليه؟ بلاش راجعي بوفره، احلق دقنك على ما توصل. وتروح السينما، ما فضلت فيه ابدا في السكرتيريا موجودة، في المكتب موجودة، مفتشة موجودة، في المدرسة موجودة، في المستشفى موجودة، في الشارع موجودة، في الشركة موجودة، واحنا عارفين انها رايحة واخدة الشنطة معاها وكم جواب بتكتبهم وعارفين الحكاية من اولها لاخرها. بعد كده ايه اللي فاضي؟ قال لسه فاضي. ايه؟ قال عايز ضروري تدخل مجلس الامة ويبقى لها صوت. مين اللي هيصوت؟ الرجالة او النسوان يصوتوا. فما الرجالة والنسوان قبل كده صوتوا واختاروا الرجالة، ما هو الراجل اللي في مجلس الامة ده جوزك وبيسمع الاوامر 100%. قالت لا، الحكاية مش كده، انتوا يا رجالة ما تعرفوش مشاعر الستات. طب ايه اللي باقي للستات؟ احنا هنطالب بنفسنا. انت هتطالبي ولا عايزه تروحي تقعدي جنب راجل في مجلس الامة وتطلعي راكبه السيارة بتاعتك وتقول انا رايح انا جاي من مجلس الامه، وانت الراجل يبقى عليه يغسل الطبق ويطبخ ويمسح الفلاط ويفرش ويكنس، وتبقى المساله تنقلب. انت عارف اللي قالت له الراجل اللي كان مراته طالعه فيها قوي، كان مجاي بيت من الجامعه، وبعدين يسلم يتكلم في يسلمه في السياسه، تقوم تقول له لابد ان المراه تاخد حقها ولابد ولابد، وداخل الدوله وانتوا عارفين يمكن الدوله تاخدين بالكم منها، فتحت الموضوع للنساء على ساب الانتخابات ودخول مجلس الامه او دخول البرلمان. فاول ما راحت ورجعت وهي راجعه لقت على الباب هو راح طلقها وجاب اسمته في طلاق الوثيقه وحطها على الباب. فهي راجعه لقت قال لها هنا ليس مجلس الأمة، هنا ليس مجلس الأمة، فارجعي وتزوجيه إن شئتي، أما أنا فلا أصلح زوجا لك. خرج الورقة ورجعت تتصور، راحت على مجلس الأمة، تعمل إيه؟ ما هي شكوى، يبقى لابد يطلعوا قانون للرجالة إن الراجل لا يجوز إن يطلق امرأته أبدا. الا بعد ما تعرض المسألة على القاضي ويطلع القاضي روحه وهو يجيب اسباب كذب كذب انه لا يستطيع يعيش. اما المرأة فلا الحق انها تطلب الطلاق من القاضي وفي اي وقت يطلق. يعني ايه؟ فما تقول المرأة انها عايزة هي اللي تطلق الراجل والراجل ما يطلقش. طيب ما تريحونا وتقول عايزين نبقى رجالة. موجود دلوقتي دكاترة بمستعدين يطلعوا لكم سند، ودكاترة يطلعوا لكم دقون، ودكاترة يخلوا ضريع كل مظاهر الأنوثة اللي ظاهرة فوق دي كلها. وبعدين يلا الراجل بقى يروح في الستين. ايه؟ هتزعل الست. ومين عايز ايه الحكاية؟ شوف المرأة لا تعرف ماذا تريد. انما هي باستمرار بتتحرك علشان تلجا في الراجل وتجري الراجل وتبحث على الراجل، بتدور على المكان اللي تظهر وجودها، تظهر وجودها كامراه؟ لا، كفكر؟ لا، كعقل؟ لا، كاصلاح؟
مليون لا عملت ايه؟ ففتنة واثارة ومصيبة على الرجال. وإلا موجود المدرسة، موجود المستشفى، موجود المجتمع، كل صالح لأن تقوم المرأة بأعمال إصلاحية لا حدود لها. فلما ننفع عمل نجد فجر وراء الراجل، اتبعنا النادي اللي فيه رجالة تقول حي المرأة عزار. طب ما تعملين في واحد نادي؟ قال لا يسهل. طب ليه يسهل؟ لأن وجود الراجل هذا مهم. يبقى قولنا من الأول استغلاله. المهم على كل حال ربنا ينتعهم ويكبر بخطره علشان تنتهي المشكلة جرفة. أنا ساسين من الساسين حتى الإذاعة الإذاعة أراد تتكلم بتقول ماذا بقي للمرأة؟ المرأة لم يبقى لها ساعة تطالب بيه. الدكتور اللي اتكلم في المحاضرة قال والله احنا محتاجين إلى الرجل هو اللي يفقد المساواة للمرأة. ما في ندخل هذا. وبعدين هم بيطلبوا بيقولوا ان احنا نريد ان نكون على نمط اسلامي قومي عربي. نمط اسلامي اللي هيعمله هل ده اسلام بقى تعمله المرأة؟ اه في اسلام نسواني واسلام رجالي واسلام امريكاني واسلام شيوعي. وعلى رأي المرسول سيد قب قال هو الاسلام قسموه وبقى كل واحد عاوز له قطعة منه. طيب يبقى احنا لما نشوف هذا الخط اذن الخط المالي هيبتدي من الدولة ويبتدي من الافراد. فزي ما قلت لكم الرجل مطالب بالانفاق على زوجته، وبعدين الراجل بيجيله اولاد يبقى مطالب بالانفاق على اولاده، بعدين الراجل بيكبر واولاده بيكبروا بيصبح الاولاد مطالبون بالانفاق على الابوين، بعدين دول بيكبروا كلهم ولهم اقارب، له اخ واخت وعم وخاله، قالك الاقارب فيما بينهم يجب على الغني منهم ان ينفق على الفقير يبقى لانه محتاج. طيب وبعد كده الجار بينفق على الجار ويضره ويسال عنه، وايه كمان الوقت، وكلمه الجار دي بتاخد لغايه الجار السابع، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. طيب قال العلماء الجار واحد ولا اثنين؟ قالوا الجار الى سبعه جيران. سبعه جيران فكلميك انت عديت السبع جيران اللي عندك وانت احسنت اليهم وهم احسنوا اليك، والجار كل واحد منهم بيعد برضه السبعه اللي جنبه، كانك هتجد البلد كلها متسابقه في الجيران، كذلك هتجد البلد كله متسابق في القرابه. يبقى كل واحد بيعول الثاني وياكل ارحامه، كل واحد بيعول جاره ويحسن اليه. بعد كده بتاتي مسؤوليه عامه للبلد، ان كل بلد بمن فيه مسؤول امام الله عن كل من فيه من الفقراء والمساكين والمحرومين. ولذا في الزكاة الرسول عليه الصلاة والسلام يقول تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم، يعني من كل بلد تؤخذ الزكاة من الاغنياء وترد على الفقراء. يبقى اذا وجد التكافل ابتداء من البذرة الاولى وانت ماشي كده الى البلد كله. فبفرض ان البلد ليس فيه مال كفايه، التي يجب على الدوله ان تكفل وترعى من كسرت نفقه البلد، كسرت عن ادراكه وعن القيام بواجباته. يعني لو فرض ان الكويت جمعنا كل ما فيه من مال واجب للزكاه مثلا، انا هتكلم عن الاموال اللي بتؤخذ بتيجي ازاي، فاذا باموال الزكاه لن تكفي الناس، يبقى على طول احنا بنقول للبلد اذا كان الكويت دي هي بلد والقاهره بلد والساحل بلد والثانيه اثنتان بلد، بيبقى كل بلد بيكتسب ذاته. يبقى لما البلد دي ما تفهاش لا معها بنروح للدوله
ونقول لها يا خزانة الدولة هاتي واعطي هؤلاء الناس. فاذا لم تعطي تبقى الدولة ارتكبت اسما وذنبا. فعبد الله عليك خد النظرة دي. تعال بقى منين نجيب لهم؟ قال لك تعال شوف الاموال التي تنفق لهذا الصنف من المحتاجين. اولا في نفقة واجبة من سعيك وكدك بالنسبة لأولادك وبالنسبة لوالديك وبالنسبة لزوجتك وبالنسبة لأقربائك القريبين. ثانيا في النفقة الأساسية، ثانيا إن فيه زكاة بتؤخذ من الأغنياء لتوزع على الفقراء. ثالثا هناك نذور ينذرها الناس للفقراء فتوزع على الفقراء. رابعا هنالك صدقة الفطر في رمضان توزع على الفقراء والمساكين. خامسا هنالك الأضحية في العيد الأضحى توزع على الفقراء والمساكين أو يوزع على الأقل ثلثها. سادسا هناك الأوقاف الخيرية لأنك أنت توقف مالك العمارة أو توقف في لينفق على الفقراء والمساكين بعد في حياتك او بعد موتك. يبقى لما توقف على الفقراء والمساكين يجب ان ينفق لهم. سابعا هناك الوصية، كل واحد قبل ان يموت له الحق في ان يوصي بثلث ماله للفقراء والمساكين ليتدارك ما فات. اذا هذا كله بيجمع من اجل الفقراء والمساكين. اضف اليه الصدقات، والصدقات امر واسع الى ابعد الحدود. انت لم تكمل بعد كده كان برضو بعض نفكره من الاسئلة بشكل كبير اخرنا يعني تعرفون الوقت بيبقى مفقود. يقول اذا كنا واحد بيسأل بيقول اذا كنا بجمع التبرعات لبناء مسجد من بعض المسلمين وحصل هناك من قام ببناء المسجد بنفسه ففي هذه الحالة هل يجوز ان يبنى مدرسة من هذا المبلغ الذي تم جمعه باسم المسجد او حفر بركة لخزن مياه القرب لذلك البلد علما بان البلد هذا بحاجه الى كل هذه الاشياء او لا يجوز الا لبناء المسجد فقط؟ هو الواقع ان اللي بيدفع المال لا يدفعه كنوع من النذر يعني يحدد فيه بناء المسجد انما بيدفعه على انه شيء لله الواقع. لكن في مثل هذا ما دام الشخص ده دفع من اجل بناء المسجد كانت نيته ان يصل ثواب معين فالطريق السليم ان المبلغ ده يحول الى مسجد اخر ولو في بلد اخر. اما اذا اردنا ان احنا نحوله الى عمل من الاعمال الخير الاخرى يبقى نستأذن هؤلاء الاخوة علشان نقول لهم انتم موافقين او غير موافقين. طبعا يمكن الاستئذان عملية غير ممكنة يبقى احنا نعمل المبلغ للشيء اللي جمع له. واحد يقول وانا في السن الثاني عشر طلب مني ان انا اشهد في قضية شهادة عرض والمكان كان من اقربي فشهدت بالناس يعني قال انه ما حصلش. والان انا رجل متجوز ولكن ليس لدي اطفال علما بان قد مر على زواجنا عدة سنوات فانا ارسل لربنا يكون عاقبني لهذا السبب اي صار شهدت لذلك القريب زورا. وانا قد رأيت بانه ارتكب تلك الجريمة وانا الان مهان بين اقاربي لسبب عدم الانجاب ويطلبون مني ان اتزوج باخرى. هي المسألة يا ابني كونك انت تعيش في عصبة الذنب اللي حصل بصورة انت غير مسؤول عنها امام الله يبقى دي غلطة لان ما حصل وانت سنك 12 سنة ان كنت بالغ يبقى انت غلطان وده ذنب من الكبائر وعليك تتوب بس
وان كنت حينئذ لم تكن بالغا فلست مسؤولا. يعني ربنا لا يعذبك انما يعذب الذي دعاك للشهادة او الذي طلبك لها او امرك. اما مسألة الايجاب تأكد مليون مرة انها لا دخل لها بهذا الموضوع. وحتى لو كان جنب من الكبائر وانت كبت كابة صادقة ربنا بيتوب عليك. طيب يبقى مال ايه المطلوب؟ الجماعة اللي بيقولوا لك اقاربك دولة، هي مسألة من الاقارب ان البياض لابد تجيب انت اولاد. مسألة بسيطة، اعرض جهتك على طبيب